خليني ابعد منك بقى عن الصفقات واسالك عن النهارده اعلان الاسماء واسم محمد صلاح من ضمن العشرة المرشحين للافضل في العالم. يعني منافس يعني طبعا. نعم. منافس بس فرصة منافس السنة عشان دي الفرصة السنة دي اقل من السنة اللي فاتت؟ يعني عشان حتى على مستوى افريقيا. نعم. يعني على مستوى افريقيا ممكن يكون في منافس رياض محرز، ممكن ساديو ماني دخل، ممكن ماني، ممكن نعم. ساديو ماني طبعا لانه واخد تشامبيونز ليج زيه، واخد نعم. ولعب فاينل سيمي فاينل فاينل افريقيا السنغال والجزائر. نعم نفس الحكايه بالنسبه للجزائر، رياض محرز بطل البريمير ليج، و انا مش عارف انا يعني وكمان اسم بطل رياض مش موجود الأفريقية. تقريبا يا جماعه مش كده ولا انا مش واخد بالي؟ نعم بقول لهم اسم استنى الاسماء، لا رياض مش موجود، ميسي صلاح وميسي وكريستيانو وساديو ماني فيرجيل فان دايك وفرانك ديونج وماتياس دي ليخت وكيليان امبابي وهاري كين وايدن هازارد، ما فيش رياض مش موجود في الاسماء. غريبة. 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 ولا حارس البرازيل إلسون بيكر كان متوقع بقوة يعني الحقيقة. عمل سيزون رائع. غريبة طبعا. غريبة طبعا يعني. لكن برضو غريبة ان ميسي موجود يعني. غريبة ان ميسي موجود. السنة دي يعني. يعني ما مين تتوقع يفوز بلقب افضل لاعب السنة دي؟ يعني فيرجيل فان دايك ممكن يخطفها؟ ممكن يعني ممكن يعني عمل موسم هايل الحقيقة. ممكن هو ممكن. الأقرب من وجهة نظرك ولا كريستيانو ولا ميسي؟ لا أنا يعني متهيألي كريستيانو وميسي خلاص يعني 10 سنين هما اللي طبعا هما الاثنين حاجة سوبر ستار يعني. بس ما مودريتش خطفها المرة اللي فاتت عشان كأس العالم يعني. طيب المدربين عشان كأس العالم وعشان ريال مدريد تمام. طيب المدربين جمال بالماضي وكانت مفاجأة حلوة، ديدي ديشام، مارسيلو جاياردو ومدرب ريفر بليت الارجنتيني، ريكاردو جاريكا مدرب بيرو، جوارديولا طبعا، يورجن كلوب، بوتشينيو مدرب توتنهام، فرناندو سانتوس مدرب البرتغال، اريك تين هاج مدرب اياكس، وتيتي مدرب البرازيل. يورجن كلوب او جوارديولا واحد من الاثنين هم دول يعني اصل الاختيار كمان مش النتائج بس، الفلسفه بتاعت المدرب، الكوره بتاعته شكلها ايه، تاثير المدرب على الكوره بتاعت الفريق اللي بيلعبها، ابتكر حاجه للفريق ده ولا لا.